أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع الشأن المحلي، حيث حققت الشركات الصناعية المدرجة في بورصة البحرين في النصف الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغت نحو 64.7 مليون دينار بزيادة قدرها 17 مليون دينار تقريبا، أي ما نسبته 36% عن فترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع الارتفاع الكبير في أرباح قطاع الصناعة إلى زيادة أرباح شركة ألمنيوم البحرين ألبا بنسبة 45% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكان القطاع قد حقق زيادة في النصف الأول من العام الماضي قدرها 27 مليون دينار تقريبا عن الفترة ذاتها من عام 2016، حيث بلغت نحو 20 مليون دينار. أرسى مجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لوزارة الإسكان خاصة بإنشاء 424 وحدة سكنية في مدينة شرق الحد الإسكانية، حيث بلغت قيمة العطاء الفائز نحو 20 مليون دينار من ضمن برنامج التنمية الخليجي. وكان المجلس قد أرسى مناقصتين للإسكان، أحدهما للإشراف على بناء 271 و242 وحدة سكنية بمدينة شرق الحد الإسكانية، حيث بلغت قيمة العطاء الفائز نحو 676 ألف دينار، بجانب ترسية مناقصة بقيمة 300 ألف دينار للإشراف على بناء 314 وحدة سكنية بمدينة سلمان الإسكانية. وتم إرساء مناقصة لهيئة البحرين للثقافة والآثار بقيمة 3.6 مليون دينار، وأخرى لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بنحو 1.9 مليون دينار. احتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة خليجيا في مؤشر مستخدمي الإنترنت خلال عام 2017، حيث بلغ عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية 360 شخصا لكل مليون وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولي. وبهذه المرتبة تكون المملكة قد حافظت على موقعها في العام 2016، حيث بلغ عدد المستخدمين 347 شخصا لكل مليون شخص بارتفاع مقداره 3.7%. هذا وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى ب 1297 لكل مليون شخص، فيما جاءت الكويت في المرتبة الثانية والمملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث افتتح مؤشر البحرين العام التداولات بعد عطلة عيد الأضحى على ارتفاع بنسبة 0.27% مقفلا عند مستوى 1351 نقطة، وذلك عائد لارتفاع قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 883 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 244 ألف دينار، تم تنفيذها من خلال 37 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 42% من التداولات. ننتقل الآن إلى باقي إغلاقات الأسواق الخليجية، حيث شهدت أغلبها ارتفاعات بفضل صعود أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي ارتفعت بفارق كبير بمقدار 1.47% مقفلا عند مستوى 7982 نقطة، مدعوما بارتفاع غالبية مؤشرات البورصة السعودية وعلى رأسهم قطاع البنوك التجارية. نتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي شهدت تراجعا بنسبة تقارب 16 نقطة مئوية مقفلا عند مستوى 5300
47 نقطة، وذلك بتأثير سلبي من انخفاض أسهم قطاع السلع الاستهلاكية. ننتقل إلى الأسواق الإماراتية وأولها أبوظبي التي ارتفعت بنصف نقطة مئوية تقريبا وأقفلت عند مستوى 4909 نقاط بفضل أرباح الأسهم القيادية في قطاع السلع الاستهلاكية وأيضا الاتصالات. فيما أقفل سوق دبي المالي بارتفاع أيضا بنسبة 0.36% مقفلا عند مستوى 2825 نقطة بارتفاع أغلب مؤشرات البورصة وبقيادة أسهم قطاع الخدمات وأيضا النقل. في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية تراجعا بنسبة تقارب 0.5% مقفلا عند مستوى 4366 نقطة بسبب تراجع كافة مؤشرات البورصة العمانية وضعف في السيولة في تداولات اليوم. في خبر آخر، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية تيم كالين إن المملكة تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية، وإن نمو اقتصادها غير النفطي سيتسارع هذا العام إلى 2.3%. وأضاف كالين أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات ولا تشمل أثر الطرح الأولي لأسهم أرامكو. سجلت تمويلات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع التجارة بنهاية شهر يونيو الماضي أعلى مستوياتها على مدار 4 سنوات، حيث بلغت 159 مليار درهم مقابل 149 مليار درهم بنهاية يونيو 2017. ورفعت البنوك تسهيلاتها وقروضها المصرفية لقطاع التجارة خلال النصف الأولي من عام 2018 إلى نحو 153 مليار درهم بزيادة نسبتها 4% بحسب صحيفة البيان الإماراتية. وتكشف إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع قيمة القروض التي خصصتها البنوك لقطاع التجارة التجزئة إلى 103 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2017. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. المصارف الأمريكية تحلل بيانات بطاقات الائتمان من خلال اتفاقيات مع شركات متخصصة. تقدمت مصلحة الضرائب في مصر بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي في البلاد. وأوضح رئيس مصلحة المصرية عماد سامي أن الهدف من تلك الخطوة هو الحد من التهرب الضريبي، مؤكدا أنه لن يطلبون الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية. وتسعى مصر لزيادة إيرادتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد والدخل الاقتصادي غير المباشر في الدخل المباشر للدولة. أكدت وكالة تصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني للعراق عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، معلقة أن التطور السياسي والاقتصادي يعرقله فساد واسع الانتشار بحسب الوكالة. واعتبرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات أن إجراءات السياسة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق. واستبعدت ستاندرد أند بورس رفع تصنيفاتها للعراق على مدار 12 شهرا المقبلة، لكنها قد ترفع التصنيف إذا تحسن الاستقرار السياسي والأمني إلى جانب المالية العامة للعراق. لم تزل إيران تحت صدمة الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية، فيما تشير التوقعات بأن تكون وطأة الدفعة الثانية التي تطال صادراتها النفطية أقسى على اقتصادها. ويبحث مشترو النفط الإيراني في آسيا وأوروبا عن البدائل، ويرجح البعض أن يكون النفط السعودي والعراقي والروسي أبرزها وسط استبعاد للخام الأمريكي. وتتسع الورطة الإيرانية مع اقتراب موعد الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية أوائل نوفمبر،
والتي تطال صادراتها النفطية التي تتجه بشكل رئيسي إلى شركات تكرير في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وأظهرت بيانات تتبع سفن أن تدفقات النفط الإيراني إلى أوروبا هبطت منذ بداية العام الحالي بنسبة 35% إلى نحو 415 ألف برميل يوميا. أعلنت وزارة الخارجية الكوبية أن الجزيرة خسرت أكثر من 4 مليارات دولار بين أبريل عام 2017 ومارس من العام الجاري، وذلك بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة. وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في يوليو 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت 50 عاما، ولكن الكونغرس الحالي أبقى على الحظر خلافا لما كانت تريده الإدارة الأمريكية السابقة. وقالت الوزارة في بيان إنه منذ فرضه في عام 1962 أدى هذا الحظر إلى أضرار بأكثر من 134 مليار دولار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد في نوفمبر 2017 العقوبات على كوبا، لكنه سمح للأمريكيين بالسفر إلى الجزيرة ودعم الشركات الخاصة الصغيرة هناك. والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، تعد بيانات بطاقات الائتمان كنزا ثمينا للبنوك حول العالم، وهذا بالفعل ما بدأت المصارف في الولايات المتحدة في إدراك أهميته وتحليل هذه البيانات لمعرفة توجهات الشراء لدى العملاء وكيفية الاستفادة منها من خلال اتفاقيات مع شركات متخصصة في هذا الشأن، من بينها شركة كارد لايتكس التي أدرجت في بورصة ناسداك في فبراير الماضي. ومع توسع انتشار بطاقات الائتمان حول العالم، باتت المصارف التي تصدرها تجلس على كنز غني بالمعلومات من خلال آلية عملها التي تفصل قرارات الانفاق لحامل البطاقة وتقدير قيمة بيانات أو تقدر قيمة بيانات الشراء التي تتضمنها بطاقات الائتمان بأكثر من 1.5 تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط.